لدي وديعة بمبلغ من المال في أحد البنوك الإسلامية، السؤال هل يجب علي دفع زكاة عنها مع العلم أن البنك يستثمر بها؟ نعم يجب، الوديعة تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول مع أرباحها، مع أرباحها، هذا يسمونه النمو، النمو إذا كان ذاتيا يعني هي تنمو ليس منفصلا عنها فإنه يجب أن يزكى المال مع نمائه، يجب أن يزكى المال مع، فتزكى الوديعة مع الأرباح التي تأتي عليها.